مساء الخير يا شباب. هنحل مع بعض exercise 4 بس في الكالكولوس، اللي هو الايكويشن بتاعت التانجنت والنورمال. هنحل برضو ايه اللي تشوز، اللي هو question number كام؟ 23. طيب question number 1 بيقول لك ان في straight line y plus x minus 1 touch the curve. يعني تخيل ادي الx والy بتوعك اهم، وادي الكيرف. تمام. طيب ادي في لاين بيتاتش الكيرف، حلو، ايا كان بقى بيتاتش ازاي. تمام، تعال نسمه كده من اي مكان يعني. حلو، بيتاتش يعني في بوينت اوف تانجنسي قال لك عليها. لا بس قال لك ايكويشن مين؟ ايكويشن الايه؟ اللاين، اللي هي واي بلس اكس ماينس 1. طب وقال لك ايكويشن الكيرف، قال لك تمام، يبقى اكس سكويرد ماينس 3 اكس بلس اي. طيب بيقول لك هات الايه، هل عندك البوينت اوف تانجنسي؟ لا. طيب معاك التانجنت؟ طب من التانجنت تعرف تعمل ايه؟ تجيب السلوب اوف تانجنت، صح كده. طيب سلوب التانجنت اجيبه ازاي؟ مش دي كده الايكويشن بتاعت التانجنت، يعني ايكويشن بتاعت ستريت لاين، والفورم دي اسمها الجنرال فورم. كنا بنجيب السلوب منها ازاي؟ نيجاتيف كوفيشنت الاكس اوفر كوفيشنت الواي، يعني نيجاتيف الرقم اللي قدام الاكس اللي هو ب1 اوفر الرقم اللي قدام الواي اللي هو ب1. يعني سلوب التانجنت كده طلع معايا بكام؟ بنيجاتيف 1. طب انت كنت بتجيب سلوب التانجنت ازاي؟ كنت بمسك الفانكشن اعمل لها فيرست ديريفاتيف، الفانكشن عندك اعمل لها ديريفاتيف كده، يبقى 2x minus 3. طيب الاف اوف اكس دي كنت بتروح تعمل سبستيتيوشن بالبوينت اوف تانجنسي عشان تقدر تجيب السلوب. انت معاك السلوب بس عايز البوينت، حط بقى مكان الاف داش دي هي نيجاتيف 1 واحسب الاكس، يبقى 2x، ودي النيجاتيف 3 الناحية التانية عكس الساين، يبقى نيجاتيف 1 بلس 3، يبقى 2x ايكوال 2، يبقى الاكس ايكوال 1. مين الاكس ايكوال 1 دي؟ دي الاكس كومبوننت بتاعت البوينت اوف تانجنسي. طب والواي؟ طب مش هي بوينت على اللاين؟ حلو، وفي نفس الوقت هي بوينت على الكيرف، يبقى بتعمل ساتسفاي للكيرف وبتعمل ساتسفاي لللاين. هل اروح اعمل سبستيتيوشن في بتاعت الكيرف؟ لا، اذا كان انت اصلا عايز الايه ومعاك بس الاكس كومبوننت، فين الواي؟ طيب ما هي في نفس الوقت بتعمل ساتسفاي للايه، لللاين، يبقى اعمل بيها كده سبستيتيوشن، يبقى واي بلس الاكس. تمام، الاكس بتاعتك بكام؟ ب1، 1 ماينس 1 ايكوال 0، يبقى الواي ايكوال 0، يبقى البوينت اوف تانجنسي ايكوال كام؟ 1، والواي كومبوننت ب 0، يبقى البوينت دي بتعمل ساتسفاي للكيرف. هتحط مكان الاف اوف اكس اللي هي بتريبريزنت الواي 0، وهتحط مكان الاكس ب 1، يبقى 1 سكويرد ماينس 3 تايمز 1 بلس اي، يبقى ده 0 ايكوال 1 ماينس 3 بلس اي، يبقى 0 ايكوال نيجاتيف 2 بلس اي، ودي النيجاتيف 2 الناحيه الثانيه عكس الساين، يبقى الاي بكام؟ ب 2. يبقى التشويس بتاعك هو تشويس نمبر بي. question number 2 بيقول لك التانجنت تو ذا كيرف، الكيرف اسمه ايه؟ كيوبيك روت اوف اكس، صح؟ طيب ممكن نكتبها ازاي؟ اكس باور 1 اوفر 3. بيقول لك ات اكس ايكوال 0 از بارل 2. طيب هتعمل ايه؟ هتجيب فيرست ديريفاتيف اللي هو دي واي اوفر دي اكس، هتحط الباور قدام وتشيل من الباور 1، 1 اوفر 3 لما تشيل منه 1 يبقى نيجاتيف 2 اوفر 3. تعالى بس اكتب منظرها، يبقى ده 1 و3 تحت، الباور النيجاتيف ده يبقى تحت، يبقى 2 اوفر 3. طب ادي 1 وادي 3. طيب شايف الباور ده؟ طيب شايف، كان لما اقول لك اكس باور 2 اوفر 3 يبقى هي اكس سكويرد وجوه الكيوبيك روت، يبقى النمبر اللي تحت هو بتاع الروت والنمبر اللي فوق ده بتاع الاكس، يبقى ده اكس سكويرد تحت الكيوبيك روت. طيب انت عايز سلوب مين؟ سلوب التانجنت، يبقى هتعمل سبستيتيوشن في دي واي اوفر دي اكس، ات اكس ايكوال، هو بيقول لي اكس ايكوال كام؟ 0، يبقى 1 اوفر 0. عرفت منين؟ ما هتحط اكس سكويرد تحت الكيوبيك روت ب 0، 3 تايمز 0 ب 0، يبقى نمبر على 0 ده اللي احنا بنقول عليه ايه؟ undefined. ما دام طلع الدي واي اوفر دي اكس او سلوب التانجنت undefined، معنى كده ان الانجل اللي بيعملها اللاين اللي هو بتاع التانجنت يعني مع البوزيتيف دايركشن اوف اكس اكسس هي 90، يبقى التانجنت هو الخط الاحمر ده، عامل انجل كام مع البوزيتيف دايركشن اوف اكس اكسس؟ 90، معنى كده ان هو بارل لمين؟ بارل للواي. تمام، فيبقى التانجنت عندك هو بارل لمين؟ بارل للواي، يبقى ده تشويس نمبر بي.
question number 3 بيقول the equation of the normal to the curve y equal f of x. ده مين ده؟ ده الكيرف. طيب at point 1 1 هي x plus 4y equal 5. يعني لو عندي ادي ال x وال y وادي كيرف معين وعند بوينت اسمها 1 1 رسمنا تانجنت، تمام اهو ده كده التانجنت. طب ارسم عليه النورمال بتاعه، يبقى بيربنديكولار اهو. الخط الاسود ده هو مين؟ البربنديكولار او النورمال. هو مديك الايكويشن بتاعته اللي هو اكس بلس 4 واي ايكوال ايه؟ ايكوال 5. طيب هل مديك ايكويشن الكيرف؟ لا، هو قايل لك ان الواي ايكوال اف اوف اكس، بس ما جابلكش سيره عن الايكويشن بتاعت الكيرف. طيب انت كنت بتعمل ايه عشان تجيب طيب سيبك من اللي هو طالبه، هو عايز اف داش عنده 1. هو انت لو قلت لك هات اف داش هتقول لي هي عباره عن ايه؟ هي بنقول عليها هي السلوب of the tangent at any point. حلو كده. طب لما اقول لك هات اف داش عند 1 يبقى هي السلوب of the tangent to the curve برضو at مين بقى؟ ده انا هنا اف داش اوف 1 يبقى at x equal 1. يبقى لما اقول لك هات اف داش اوف 1 يبقى انا بقول لك هات سلوب التانجنت عند 1. هل انت معاك ايكويشن التانجنت ولا هو كان مديني ايكويشن النورمال؟ كان مديني ايكويشن النورمال. طب تعرف تجيب السلوب بتاعها؟ قال لك اه سلوب النورمال ده لو انا مديك الايكويشن بتاعت اللاين بتاع النورمال وعايز سلوب اقول لك ايه؟ دي جنرال فورم، يبقى نيجاتيف كوفيشنت الاكس اللي هو نيجاتيف 1. نيجاتيف ده بتاع الرول، والرقم اللي قدام الاكس ب1 والرقم اللي قدام الواي ب4، يبقى ده نيجاتيف 1 اوفر 4. بس ده سلوب مين؟ النورمال. طب انا لو عايز سلوب التانجنت اعمل ايه؟ اعكس واعكس الساين، يعني اجيب الريسبريكال بتاعه واعكس الساين يبقى 4. طب مش 4 ده هو سلوب التانجنت عند اكس ايكوال 1؟ يعني اكني لو كان معايا الفانكشن بتاعت سوري الايكويشن بتاعت الكيرف وعملت لها دريفاتيف، وبعد ما عملت دريفاتيف عوضت ب1 يبقى اداني ايه؟ سلوب التانجنت. هو عملها بالعكس، انت جبت سلوب التانجنت وعارف ان هو اكنك عملت دريفاتيف للفانكشن وعوضت ب1، فيبقى الناتج ب4. تمام. question number 4 بيقول لك التانجنت تو ذا كيرف. فين الكيرف؟ المره دي مديهولك at point يبقى 1 ونيجاتيف 2 باس ثرو. طيب يبقى انا لو عندي ادي الكيرف ارسم تانجنت يا عم اهو عند بوينت اهي. البوينت دي اسمها ايه؟ هو ايه اللي كمان البوينت اوف تانجنسي اللي هو 1 وكام ونيجاتيف 2. طيب بيقول لك بقى اللاين ده بيعدي باي بوينت؟ يعني هو اكيد هيعدي بكذا بوينت، infinite number of points، صح؟ مين يعني مين من البوينتس الاربعه اللي هم في التشويزز دول بتعمل ساتسفاي لللاين، يعني موجوده على اللاين؟ هتقول لي ما هي البوينت اوف تانجنسي موجوده على اللاين، بس هو ما بيسالكش عليها وبيقول لك هات بوينت تانية. يعني طيب خطواتك ايه؟ اول حاجه هتجيب دي واي اوفر دي اكس اللي هو ايه؟ 6 اكس. بعد كده تجيب سلوب التانجنت، يبقى تمسك دي واي اوفر دي اكس وتعمل سبستيتيوشن بالبوينت. هو عند اني بوينت؟ ات اكس ايكوال 1، اعمل سبستيتيوشن بال 1 يبقى ده ب6. يبقى ال6 ده هو مين؟ سلوب التانجنت. عايز تجيب ايكويشن التانجنت يبقى واي ماينس واي 1 نيجاتيف 2 دي هي اللي بسميها واي 1، و1 ده بسميه ايه؟ اكس 1. يبقى واي ماينس واي 1 اللي هي بنيجاتيف 2، بس اصلا في نيجاتيف يبقى ده بوزيتيف، ايكوال السلوب بتاع التانجنت اللي هو ب6 اكس ماينس كام؟ اكس 1 اللي هو ب1. خلاص ما تعملش بقى سمبليفاي، واحد هيجي يقول لك ايه انا هعمل ال 6 دي تايمز الاكس وهكذا. انت بس كل اللي عايز تعرفه اي من الفور بوينتس دول موجوده على اللاين، فانت هتعمل سبستيشن بالاولى والثانيه والثالثه، فلازم اليمين بيساوي الشمال. طب انا لو جربت اعمل سمبليفاي يا مستر، تعالى كده واي بلس 2 ايكوال 6 اكس ماينس 6، ادي الواي خلي 6 اكس ماينس 6 اكس زي ما هي ونيجاتيف 6 زي ما هي، وادي 2 الناحيه الثانيه عكس ساين يبقى نيجاتيف 2. يبقى الايكويشن بتاعتك هي واي ايكوال 6 اكس ماينس ايه؟ 8. على فكره دي كده اوضح شويه. ليه؟ احط الواي بزيرو كده، سوري احط الاكس هي اللي بزيرو، هيطلع كام؟ هيطلع 6 تايمز زيرو بزيرو. زيرو ماينس 8 يبقى نيجاتيف 8، يبقى الاكس لما بزيرو الواي بنيجاتيف 8. كده اسهل على طول. طبعا انت ايه لو وقفت هنا كده
وعملت سبستيتيوشن بالفور بوينتس، يعني تمسك مثلا الليفت هاند سايد وتحط 5، يعني تعالى مثلا ناخد التشويس نمبر ايه، ايه هتمسك الواي وتحط 5، وتمسك الاكس هنا سوري تحط 5 مكان الاكس وتحط مكان الواي نيجاتيف 2، احسب الليفت هاند سايد يطلع بزيرو، احسب الرايت هاند سايد هيطلع بكام؟ ب 24. هل الليفت ايكوال رايت؟ لا، يبقى البوينت دي ما بتعملش ساتسفاي، يبقى نمبر دي هي الوحيده اللي هتعمل ساتسفاي. يعني لو انت وقفت عند الايكويشن دي هتضطر ايه تجرب برضو الفور بوينتس. كويشن نمبر 5 بيقول لك السلوب بتاع النورمال تو ذا كيرف، مين الكيرف؟ واي ايكوال اكس كيوبد بس تحت الابسوليوت، او ممكن يكتبها لك كده ابسوليوت اكس الاول باور 3 هي هي. طب هل ده انا كنت بعرف اتصرف فيه؟ لا، يعني ليه رولز للديريفاتيف عشان اعمل ديريفاتيف واعوض بالبوينت عشان اجيب سلوب التانجنت او النورمال؟ لا. طيب كنا بنفك الابسوليوت ازاي؟ مره بالايه؟ بالبوستيف ومره بالنيجاتيف. طيب مره بالبوستيف امتى؟ لما اللي جوه الابسوليوت. بص فكك بقى من ده، تمام؟ خلينا نشتغل على الشكل الاصلي. اللي جوه الابسوليوت جريتر ذان 0، هو اللي جوه الابسوليوت مش اكس باور 3 جريتر ذان اور ايكوال 0. خد الكيوبك روت يبقى اكنك بتقول اكس جريتر ذان اور ايكوال 0. طب اللي تحت بفكه بالنيجاتيف امتى؟ لما اللي جوه الابسوليوت للذان ايكوال 0 للذان 0 او للذان اور ايكوال 0. ما دي كونتينيوس. يعني ايه كونتينيوس؟ يعني لو عوضنا بالزيرو فوق وتحت في الاكس باور 3 والنيجاتيف اكس باور 3 الاثنين بيبقوا ايكوال، فمش فارق احط الايكوال ده فوق ولا تحت. فبرضه الاكس باور 3 ليس ذان الزيرو، خد الكيوبيك روت للبوث سايد يطلع الاكس ليس ذان الزيرو. طب انا ليه عملت كده؟ عشان انا ماليش رول اصلا في الديريفاتيف في منهج ثالثه ثانوي يحسب لي مين؟ يحسب لي الديريفاتيف على طول. اعمل بقى الديريفاتيف اللي هو دي واي اوفر دي اكس، بعمل اللي فوق ديريفاتيف لوحده اللي هو 3 اكس سكويرد، بعمل اللي تحت ديريفاتيف لوحده اللي هو نيجاتيف 3 اكس سكويرد. طيب اللي فوق هيبقى لما اكس جريتر ذان الزيرو، واللي تحت يبقى اكس ليس ذان الزيرو. حلو. طب امال لما الاكس بزيرو بتبقى ايكوال كام؟ شوف روح للفيرست ديريفاتيف كده اللي هو الاف داش وعوض بزيرو بوزيتيف. يعني ايه زيرو بوزيتيف؟ يعني لما الاكس جريتر ذان الزيرو يبقى انا بعوض في مين؟ في ده. ايكوال كام؟ 3 0 سكويرد هيديني 0. طيب اف داش كده عندي 0 نيجاتيف، مين 0 نيجاتيف؟ يعني هتعوض في الفانكشن اللي قدامها الاكس للزان الزيرو، يبقى نيجاتيف 3 في 0 سكويرد يطلع برضو بزيرو. اها ده ايكوال ده، يبقى هتقول لي برضو ات اكس ايكوال 0 الكلام ده بكام؟ بزيرو. يبقى ايه؟ ديفرنشبل عند الاكس. يعني ايه ديفرنشبل عند الاكس؟ يعني لما اجيب الفيرست ديريفاتيف واعوض بالزيرو يديني رقم. طيب دي جزئيه بس انا براجع لك بيها حته في منهج تانية ثانوي، بس انا مش هستخدمها هنا. هو بيقول لك انا عايز سلوب مين؟ النورمال. لازم تجيب سلوب مين الاول؟ التانجنت. بس لما الاكس بكام؟ بنيجاتيف 2. هي نيجاتيف 2 دي الاكس جريتر ذان الزيرو ولا ليس ذان؟ ده نيجاتيف، يبقى ليس ذان الزيرو. يبقى انت بتعمل سبستيتيوشن فين؟ في الجزء اللي تحت، صح؟ يبقى انت ادي الاف داش عند نيجاتيف 2 او دي واي اوفر دي اكس بس ات اكس ايكوال نيجاتيف 2، اعمل سبستيتيوشن كده يبقى نيجاتيف 3 وادي نيجاتيف 2 وجواها سكوير روت سبستيتيوت، يبقى ده سوري نيجاتيف 12. حلو. اوعى تروح تختار نيجاتيف 12 اللي هي نمبر ايه، ده لو هو قال سلوب مين؟ التانجنت. انا عايز سلوب النورمال، يبقى سلوب التانجنت اللي هو الدهوني هو اللي طلع معايا يعني بنيجاتيف 12. سلوب النورمال اعكسه واعكس الساين، اجيب الريسيبروكال يبقى 1 اوفر 12 والنيجاتيف تبقى بوزيتيف، يبقى التشويس بتاعك الصح هو تشويس نمبر سي. كويشن نمبر 6 بيقول لك سلوب اوف ذا تانجنت تو ذا كيرف، ومديك الكيرفه ات اكس ايكوال 3 اوفر 5. حلو. طيب قبل ما نروح للحل، هو مين اكس سكويرد بلس واي سكويرد ايكوال 1؟ طيب مش ده اقدر اكتبه اكس سكويرد بلس واي سكويرد وال1 ده ممكن يبقى 1 سكويرد؟ فاكر دي ايكويجن للسيركل بتاع التانية ثانوي. ده اكس سكويرد واي سكويرد ايكوال اكن ار سكويرد، يبقى ده السنتر بتاعها هو الاوريجن. طب والريديوس؟ الريديوس ايكوال 1 يونت، تمام. يبقى انا عرفت من اكس سكويرد بلس واي سكويرد ايكوال 1 دي ايكويجن بتاعت سيركل والسنتر بتاعها هو الاوريجن والريديوس ايكوال 1. ساعات كان بيديها مسمى تاني اسمها الايه؟ اليونت سيركل. الايه؟ اليونت سيركل. خليك برضو ايه عارف انها ايكويشن سيركل، وعارف انها لما الريديوس ب1 والسنتر بالاورجن يبقى إيه اسمها يونت سيركل. دي معلومات بس ايه
عشان افكرك باللي فات. طيب تعالى للحل. اول حاجه هو مديها لك اكس سكويرد واي سكويرد ايكوال 1. طب انت بتعمل ايه؟ ديريفاتيف، يبقى 2 اكس بلس 2 واي واي داش ايكوال 0. يبقى 2 واي واي داش هتودي ال 2 اكس الناحيه الثانيه عكس الساين، يبقى نيجاتيف 2 اكس. يبقى الواي داش ايكوال نيجاتيف 2 اكس اوفر 2 واي اللي هي نيجاتيف اكس اوفر واي. طب وبعدين بيقول لك انا عايز السلوب عند ايه؟ سلوب التانجنت عند اكس ايكوال 3 اوفر 4. هتيجي تعمل سبستيتيوشن، يبقى ده نيجاتيف والاكس ب 3 اوفر 5. سوري انا كنت قلتها 3 اوفر 4، هي 3 اوفر 5 والواي ما اعرفش. نيجي بقى، مش الاكس ب 3 اوفر 5، اعمل سبستيتيوشن في الايه، في ايكويشن الكيرف اللي هو السيركل اللي عندك، يطلع الاكس بكام؟ الاكس تبقى ما تنساش عليها سكويرد، يبقى 9 اوفر 25 بلس واي سكويرد ايكوال 1. وديها الناحيه الثانيه يبقى 1 ماينس 9 اوفر 25 يديك 16 اوفر 25. خد السكوير روت، اوعى تقول لي فوق 4 اوفر 5 بس، في بوزيتيف اور نيجاتيف. يبقى اللي تحت هنا هو مره هتعوض بالبوزيتيف ومره هتعوض بالنيجاتيف. تعالى بقى مرتين، ادي نيجاتيف 3 اوفر 5 وتحت هيبقى بوزيتيف 4 اوفر 5، يبقى ده نيجاتيف 3 اوفر 4. ومره هتعمل سبستيتيوشن لما الواي بالنيجاتيف، يبقى ده نيجاتيف 3 اوفر 5 اوفر نيجاتيف 4 اوفر 5، يديك كام؟ 3 اوفر 4. يبقى السلوب بتاع التانجنت هو مره بوزيتيف ومره نيجاتيف ل 3 اوفر 4، يبقى التشويز نمبر بي. كويشن نمبر 7 بيقول لك التانجنت تو ذا كيرف ده، حلو، which drawn at point 6 و 3. يبقى دي البوينت اوف ايه؟ اوف تانجنسي، تمام. طيب ميكس انجل كام with positive direction of x axis، يعني بيسألك الانجل اللي بيعملها اللاين اللي هو التانجنت للكيرف عند البوينت اوف تانجنسي دي. طيب اول حاجه فيرست ديريفاتيف يبقى 2 اكس ماينس اكس اوف واي دول ايه؟ يو في في، two functions variable times بعض، عايز اعمل لهم derivative، يبقى x في dy over dx plus ال x ب1 وال y تفضل زي ما هي. شفت عملتها في bracket عشان في negative بره ما تلخبطش، يبقى plus ال y squared يبقى 2y dy over dx equal 0. يبقى 2x، ها وزع ال negative، يبقى negative x dy over dx minus ال y plus 2y dy over dx equal كام؟ 0. خلي ده وده في الليفت هاند سايد، يبقى نيجاتيف اكس دي واي اوفر دي اكس بلس 2 واي دي واي اوفر دي اكس. ودي اي حاجه بقى الناحيه الثانيه، مش جنب ما جنبهاش دي واي اوفر دي اكس، الناحيه الثانيه نيجاتيف واي تروح الناحيه بواي، وال 2 اكس تروح الناحيه الثانيه بنيجاتيف ايه؟ 2 اكس. طيب ما انت ممكن تاخد دي واي اوفر دي اكس كوم، يتبقى لك مين؟ نيجاتيف اكس بلس 2 واي ايكوال واي ماينس 2 اكس. ها كمل، يبقى انت عايز الدي واي اوفر دي اكس في طرف لوحدها في السايد، هتاخد اللي جنبها توديها الناحيه الثانيه بالديفايد، يبقى واي ماينس 2 اكس اوفر نيجاتيف اكس بلس 2 واي. اعمل سبستيتيوشن، مش انت عايز سلوب التانجنت لما دي واي اوفر دي اكس باني بوينت؟ لما الاكس ب 6 ولما الواي بكام؟ ب 3. اعمل سبستيتيوشن بقى، الواي ب 3 يبقى 3 ماينس 2 تايمز 6 over negative x، يبقى negative 6 plus 2 times 3 يطلع كام؟ اللي فوق هيبقى negative 9 واللي تحت هيبقى بزيرو. يعني ايه رقم على زيرو؟ بنقول عليه ايه؟ undefined. طب لما سلوب التانجنت او سلوب اللاين يطلع undefined، يبقى لو دول ال x وال y يبقى التانجنت اللي هو اللاين perpendicular على ال x، يعني عامل الانجل كام مع البوزيتيف دايركشن اوف x axis؟ 90. يعني ايه؟ يعني بارل للواي، تمام؟ حلو، يبقى بارل للواي يعني عامل 90 ديجري مع البوزيتيف دايركشن اوف اكس اكسس. طب لو كنت قلت لك عايز الايكويجن بتاعته، كنت هتقول لي واي ايكوال واي 1 اللي هي واي ايكوال على طول كام؟ 3. ده لو كان عايز ايه؟ ايكويجن التانجنت. طيب كويشن نمبر 8 بيقول ايكويجن بقى المره دي النورمال للكيرف، واي equal sin x، ها دي واي اوفر دي اكس يديني كوزاين. عايز سلوب التانجنت، يبقى دي واي على دي اكس عند البوينت اوف تانجنسي لما الاكس بزيرو، عشان هو بيقول لك عند الاوريجن، هيبقى اكس ايكوال كام؟ كوزاين زيرو بكام؟ ب 1. طب انت عايز سلوب التانجنت؟ لا ده انا عايز ايكويشن النورمال، يبقى لازم اجيب سلوب النورمال.
يبقى سلوب النورمال عكسه عكس الساين يبقى نيجاتيف 1. طب تجيب الايكويشن بتاعته ازاي؟ مش كنت بتقول واي ماينس واي 1 ايكوال السلوب بتاع الايكويشن اللي انت عايزها دلوقتي؟ انت عايز النورمال، يبقى سلوب النورمال في اكس ماينس اكس 1 مين اكس 1 واي 1، دول دول الكومبوننت بتاعت البوينت اوف تانجنسي، يبقى اكس 1 واي 1 دي الاوريجين، يبقى الاثنين بزيرو، يبقى واي ماينس 0 ايكوال سلوب التانجنت نيجاتيف 1 في اكس ماينس 0، يبقى واي ايكوال نيجاتيف اكس، وادي دي الناحيه الثانيه، يبقى واي بلس اكس ايكوال 0، او ممكن يكتبها ازاي اكس بلس واي ايكوال 0. فيبقى التشويس الصح بتاعنا هو نمبر سي. question number 9 بيقول لك ان الاكس اكسس هو التانجنت للكيرف. طيب تعال نرسم لك رسمه توضح الدنيا. ادي اكس وواي، ادي الاورجن، وادي اكس وواي، والنيجاتيف بورت هيبقى اكس داش واي داش. حلو، ارسم لي الكيرف، تعال نرسمه بلون تاني ازرق اهو، ارسمه عامل كده. هو طبعا سكند ديجري، فانت عارف ان المنظر بقى حاجه عامله كده يعني، بس انا افرض انا مش عارف ارسم اصلا، اهو ارزع اي حاجه. يبقى ده الواي ايكوال اف اوف اكس اللي هو مديها لك، اللي هي اكس سكويرد ماينس اي اكس بلس اي ماينس 1. طيب هل الرسمه دي صح؟ لا. ليه؟ لان انا لازم ارسم ايه، انا مش عايز ارسم الرسمه بالظبط، معلش نرجع تاني، انا عايز بس اوضح ان الاكس اكسس لامس الكيرف في حته معينه، عشان هو بيقول لي الاكس اكسس تانجنت، يبقى اهو بس لامس الاكس اكسس، يبقى ده الواي ايكوال اف اوف اكس الكيرف اللي هو مدهولك ولامس الاكس اكسس. طب البوينت اوف تانجنسي فين؟ ما اعرفش، هو بيقول لك ذا تانجنشال بوينت، يبقى انا عايز مين؟ البوينت اوف ايه؟ اوف تانجنشال. طيب اي بوينت على الاكس اكسس الواي بتاعتها بكام؟ بزيرو. طب الاكس ما اعرفش. حلو، هتقول لي طب ما تعمل سبستيتيوشن في الايكويشن بتاعت الكيرف، ماشي، هحط الواي بزيرو، طب الاكس بكام؟ يعني حط اهو الواي بزيرو، ها الاكس بكام؟ اكس سكويرد ماينس اي اكس بلس اي ماينس 1. هتجيب الايه ازاي؟ ما انت محتاج الاكس عشان يبقى معاك البوينت، بس مشكلتك في الايه. طيب مش الاكس اكسس دلوقتي هو تانجنت للكيرف؟ حلو، هو سلوب الاكس اكسس بكام؟ ده سلوب الاكس اكسس عامل انجل سيتا بزيرو، يبقى السلوب بتاعه هو تان زيرو اللي هو بكام؟ بزيرو. حلو، يبقى السلوب بتاع التانجنت ايكوال كام؟ زيرو. طب سلوب التانجنت كنت بجيبه ازاي؟ كنت بجيب الدي واي اوفر دي اكس، ها يبقى 2 اكس ماينس اي، شيل الدي واي اوفر دي اكس وحط السلوب بتاعك اللي هو بزيرو. طب و2x ماينس a، يبقى انت كده بتجيب الx اللي انت هتعوض بيها يديك سلوب بكام؟ بزيرو. يبقى الx ودي الايه عكس الساين وديفايد على 2 يبقى a اوفر 2. يبقى البوينت بتاعتك اسمها ايه؟ هي a اوفر 2 و0. برضه لسه ما جبتش الa. طيب ما انت عرفت ان البوينت a اوفر 2 و0، اعمل سبستيتيوشن في الكيرف كده، ها 0 الx بتاعتك a over 2 squared minus a في ال x اللي هي a over 2 plus ال a minus 1، ادي 0، وال squared هيبقى a squared over 4 minus هنا هيبقى a squared over 2 لان ال a دي اكنها على 1، a في a، a squared فوق 1 over 1 times 2 اللي تحت يبقى 2 plus ال a minus 1. طيب شوف ال a squared، ال a squared هنا قدامها 1 over 4، تقول لي ما هي 1 على، هي حاجه على فوق، الاي سكويرد اوفر 4 يعني اكنها 1 اوفر 4 في الاكس سكويرد، اكتبها لك واحده واحده، ماينس هاف في اي سكويرد بلس اي ماينس 1، مش دي سكند ديجري؟ اضرب رتب زيروس فورم، ها الاي سكويرد والاي سكويرد جمع الارقام اللي قدام الاي سكويرد اللي هو 1 اوفر 4 ماينس هاف يديك 1 اوفر 4 بلس اي ماينس 1، مش انا كده ضربت ورتبت وخليتها زيروس فورم؟ طيب انا مش هقول لك بقى اعمل تايمز نيجاتيف 4 للبوث سايد واعمل فاكتورايز، انت اعملها بمود 5 سريع على طول بالكالكوليتر، هيطلع معاك الاي بكام؟ الاي هيطلع سوليوشن واحد بس اللي هو بكام؟ ب2. طب كده انت جبت البوينت، فاكر البوينت اسمها ايه؟ مش اي اوفر 2 0. طب والاي طالعه بكام؟ ب2، يبقى 2 اوفر 2 ب1 وكام؟ و0. يبقى التشويس بتاعك الصح هو تشويس نمبر بي. طيب كويشن نمبر 10 بيقول لك ايه؟ النورمال تو ذا سيركل، هو قايل لك بقى المره دي ان هي دي سيركل، بس السيركل السنتر بتاعها هو مين؟ هو الاوريجين اللي هو 0 0 ات اني بوينت ات باس ثرو مين بوينت. تعالى كده ارسم لي سيركل اهي، والسنتر بتاعها هو مين؟ الاوريجين.
طب والراديوس؟ الراديوس هو هيبقى روت 12 اللي هو بكام؟ بتروت 3. حلو، ارسم تانجنت عند اي بوينت. تعال ارسم لك تانجنت عند اي بوينت اهو. حلو، هو النورمال المفروض يكون ايه؟ بيربنديكولار على التانجنت. طب ما دام بيربنديكولار على التانجنت يبقى الاكستنشن بتاعه لازم يعدي بالسنتر. لازم يعدي مين؟ بالسنتر. يعني انت لو رسمت اي سيركل قلت لك ارسم لي تانجنت اهو، ارسم بقى بيربنديكولار عليه. مش طبيعي ان هو لازم يعدي بالسنتر. ليه؟ لان انا عارف زمان في ثالثه اعدادي لما كان عندي تانجنت كنت لما بنزل من السنتر بنزل عليه ايه؟ بيربنديكولار. فيبقى الراديوس بيربنديكولار على التانجنت. فانا عارف لو رسمت نورمال لاين على التانجنت عند اي بوينت لازم يعدي بالسنتر. طب السنتر عندك اسمه ايه؟ 0 0. فعشان كده لازم اي نورمال للسيركل يعدي بالسنتر، والسنتر هنا 0 0 فهيعدي ب 0 0. تمام. طيب كويشن نمبر 11 بيقول لك التانجنت تو ذا كيرف، ها اديها فيرست ديريفاتيف، يبقى 2 واي دي واي اوفر دي اكس ايكوال 4 اي. يبقى دي واي اوفر دي اكس ايكوال 2 واي، وديها الناحيه الثانيه يبقى 4 اي اوفر 2 واي يديك 2 a over y. طيب بس خلاص كمل بقى. بيقول لك is perpendicular to x axis. ده مين ده؟ التانجنت perpendicular على x axis يعني parallel لل y، يعني عامل angle كام مع ال positive direction of x axis 90. يبقى 2 a over y لازم يطلع رقم على 0. تمام، اكتبه يا عم 1 على 0. ده اللي هو الايه؟ ال undefined. يعني الثيتا بتاعتك بكام؟ ب 90. تمام، اعمل كروس يبقى الواي لازم هتطلع بكام؟ بزيرو. حلو، ايا كان بقى الواي بزيرو ولا مش بزيرو، هو مش عايز الواي ولا عايز ده، هو عايز بس ان الدي واي اوفر دي اكس هيبقى نمبر على زيرو. هل ده موجود؟ يعني هو يا اما يكتب لك 1 على زيرو يا اما سوري، هو مش شرط يكون 1 على زيرو. افرض انا بحسب الدي واي اوفر دي اكس وعوضت باي رقم وطلع الرقم 2 على زيرو، 4 على زيرو، نيجاتيف 9 على زيرو. تمام، فمش شرط 1 على 0، بس انت عارف ان هو اي رقم على 0 يديك undefined. هل ده موجود ان كتب لك دي واي اوفر دي اكس undefined؟ لا. بس ايه رايك لو عكست البوث سايد، جيب الريسيبروكال بتاع الدي واي على الدي اكس، هتقول لي ده عباره عن دي اكس اوفر دي واي. اقلب بقى اي رقم على 0، 0 اوفر 1 اوفر 2 اوفر نيجاتيف 3، مش هتفرق، ما هو 0 اوفر اي رقم هيديك 0. فده يبقى التشويز الصح اللي هو دي اكس اوفر دي واي ايكوال 0. تمام، امال امتى يبقى دي واي اوفر دي اكس ايكوال 0؟ دي واي، تعال نكتبها بلون تاني، دي واي اوفر دي اكس اللي هو سلوب التانجنت عندك يبقى ايكوال 0 لما يبقى بارل لمين؟ للاكس اكسس، ويبقى بيربنديكولار على مين؟ على الواي اكسس. طيب دي واي اوفر دي اكس اللي هو سلوب التانجنت يبقى اندفايند امتى؟ لما يبقى ايه؟ بارل للواي وفي نفس الوقت بربنديكولار على الاكس. تمام، طيب وساعتها كان نقدر نقول ان دي اكس اوفر دي واي ايكوال كام؟ 0. طيب في الحاله الاولى لما يبقى بارل للاكس، لو دي واي اوفر دي اكس ايكوال 0، طب ساعتها هقول ان دي اكس اوفر دي واي ايكوال ايه؟ undefined. تمام، question number 12 بيقول لك التانجنت تو ذا كيرف ده بارل للواي اكسس. طيب 2x plus 1 equal sin y، اعمل derivative عشان تجيب slope of tangent يبقى 2 will sin cosine، بس اعمل derivative بالنسبة للx يبقى لازم تعمل times dy over dx، يبقى dy over dx جيب الكوزين اللي جنبها وديها الناحية التانية divide يبقى 2 over cosine y. انا عارف بقى في ناس شاطرة يقول لك يبقى ده 2 sec. حلو، بس خليها كده. انت لو هي parallel لل y axis يبقى الانجل بسيتا، اسوي الانجل ب 90. طب ما دام الانجل ب 90 يبقى دي واي اوفر دي اكس ايكوال نمبر اوفر 0. يبقى الدينومينيتور، الدينومينيتور اللي هو مين؟ اللي هو كوزاين واي، لازم يبقى ب 0. حلو، طيب بعد كده كوزاين واي ايكوال 0، انت عارف الواي دي تبقى بكام؟ ممكن تبقى باي اوفر 2 اللي هي 90، تبقى 3 اوفر 3 باي اوفر 2 اللي هي 270، وهكذا اي ايكوفالنت ليها. بس اللي موجود عندنا هنا اللي هو مين؟ الباي اوفر 2. طيب يبقى انا عرفت اجيب الواي باي اوفر 2. طب فين الاكس؟ تمام، ما هو بيقول لي اد بوينت. طب فين الاكس؟ ما هو مش الواي دي. اعمل بقى سبستيتيوشن في الكيرف. ليه؟ لانها بوينت على الكيرف، بوينت اوف تانجنت بتعمل له ساتسفاي، يبقى 2 اكس بلس 1 ها
ساين واي، تشيل الواي وتحط 90. ساين 90 بكام؟ ب1. ودي ال1 الناحية التانية يبقى 2x equals 0، يبقى الاكس بكام؟ بزيرو. حلو، يبقى الاكس بزيرو، يبقى الاكس بتاعتي بكام؟ بزيرو. طب والواي بتاعتي باي اوفر 2 او 3 باي اوفر 2 وهكذا، بس التشويز اللي موجود عندي هو نمبر سي اللي هو هيبقى 0 باي اوفر 2. في equation number 13 sorry question number 13 بيقول لك التانجنت equation to the curve x equal y squared at the origin. ها اديها first derivative يبقى 1 2y dy over dx equal، يبقى dy over dx equal كام؟ 1 over 2y. slope التانجنت هيبقى ايه؟ 1 over 2y. اعمل substitution عند ال origin، يبقى لما ال y بكام؟ ب 0، يبقى ده 1 over 0 اللي احنا بنقول عليه undefined. تمام، حلو. انت بقى عايز تجيب ايه؟ سلو ايكويشن التانجنت دي. بص انت لو مش عارف ان هو يبقى كده هو بارل للواي، ويبقى ما دام هو بارل للواي اكسس اقدر اكتب الايكويشن على طول واي ايكوال واي 1، والواي عندي عشان هي الاوريجين اكس 1 ب0 واي 1 ب0، فعلى طول الايكويشن هتبقى واي ايكوال 0 اللي هي ايه؟ الاكس اكسس. طب انا لو مش عارف المعلومة دي اعمل سبستيتيوشن، الرول بتاعك بيقول لك ايه؟ y ماينس y1 ايكوال السلوب بتاعك اللي هو 1 اوفر 0 x ماينس 0. مش احنا كنا بنعمل كروس بنضرب الزيرو في في y ماينس y1 ده يبقى ب0، وال1 تتعمل لها تايمز x ماينس 0 هتبقى x. تمام؟ سوري، هو انا قلت بره لل y اكسس فلازم معلش شفت، خليك امشي بقى بالاصل احسن. يبقى x ايكوال x1 اللي هي هتبقى كام؟ x equal 0 على طول، اللي هي الايكويشن بتاعتك هتبقى ال y axis. سوري تمام، بس هعدلها بس. طيب لو انا عوضت على طول من غير ما كنت اعرف المعلومه دي، يبقى ال x على طول equal كام؟ 0. يبقى ده choice number b. تمام، question number 14 بيقول لك في two function، واحده اسمها f of x والثانيه g of x، الاثنين دول tangential. تعال نرسم f of x اي حاجه، والجي اوف اكس اهو، بس لازم اوضح ان في بوينت ايه الاتنين بيلمسوا فيها بعض. فين البوينت دي؟ هو قال لك 2 4. يبقى حلو قوي، ادي الكيرف التاني اهو، ده كده جي اوف اكس والاتنين لامسين بعض، بيقول تانجنشال ات بوينت اسمها ايه؟ 2 4. جميل جدا. طب بيقول لك الاف داش عند 2 ايكوال 3، يبقى الجي داش اوف 2 ايكوال كام؟ هيبقى 3. طيب ازاي؟ تعال بص يا حبيبي، احنا لما هنا لما الاثنين يبقوا تانجنشال لبعض، معنى كده ان انا لو رحت جبت الفيرست ديريفاتيف للاف اوف اكس هيبقى اسمه اف داش، والفيرست ديريفاتيف بتاع الجي هيبقى جي داش. لما تروح تعوض بالايه؟ بالتو، يبقى ده سلوب مين؟ سلوب التانجنت عند 2، يبقى التانجنت عند 2 للاف اوف اكس اهو. طب مش دي بوينت اوف تانجنشال؟ عارف ميزتها ايه؟ ان التانجنت ده بيبقى كومن، يعني لو رحت عملت فيرست ديريفاتيف للجي اللي هي جي داش اوف اكس وشيل الاكس وحط 2، هيديك نفس السلوب بتاع اللاين، لانه هيبقى ايه؟ تانجنت مشترك ما بين التو كيرفز، يبقى هو نفس السلوب. فمعنى كده لو انا بقول لك ان الاف داش اوف 2 اللي هي سلوب التانجنت للاف اوف اكس عند الاكس لما عند 2 عند البوينت اللي هي 2 4 ب3، يبقى هو نفس سلوب التانجنت لما اعمل فيرست ديريفاتيف للجي وعوض بكام؟ ب2، هيديك كام؟ 3. يبقى ده تشويس نمبر بي. كويشن نمبر 15 بيقول لك ذا ريت اوف تشينج اوف ذا سلوب اوف ذا تانجنت. طب هو مين سلوب اوف ذا تانجنت؟ اللي هو اف داش. ها حط باور قدامه شيء باور 1، يبقى 6 اكس سكويرد. انت عايز التانجنت؟ عارف لو هو كان قال سلوب اوف ذا تانجنت وسكت، يبقى الاف داش هو 6 اكس سكويرد، وبعد كده عوض ب3، وهتلاقي الاختيار وهيبقى غلط. انما هو جه زود حته بيقول لك ذا ريت اوف تشينج، يبقى معنى كده ان هو عايز ايه؟ السكند ديريفيتيف، عايز ريت اوف تشينج بتاع السلوب. يعني انا لو سميت ده ام، انت عايز ريت اوف تشينج بتاع الام. الام ده اللي هو مين؟ سلوب اوف ذا تانجنت تو ذا فانكشن ات اني بوينت. صح؟ حلو، at any point انت عايز سلوب ولا عايز الريت اوف تشينج؟ يبقى عايز الريت اوف تشينج، اكنك بتمسك الدي ام وتعمل لها ديريفاتيف بالنسبه مسكت الام وعملت لها ديريفاتيف بالنسبه للاكس، يبقى انت عامل ديريفاتيف مره كمان، حط باور قدامه شين باور 1، يبقى ده 12 اكس. هل هو عايز 12 اكس ولا مديك الاكس ب 3؟ الاكس ب 3،
يبقى الريت اوف تشينج اوف ذا سلوب اوف ذا تانجنت يبقى هو 12 تايمز 3 هيطلع 36، يبقى التشويس بتاعك هو نمبر A. question number 16 بيقول if the tangent to the curve of mean of the function دي اللي هي y equal x squared plus a at point اسمها 1 و b crosses the x axis. طيب ارسم لك بس ايه رسمه توضيحيه كده، ادي الاكس وادي الواي، ارسم الكيرف يا عم، تعال نرزع اي كيرف اهو. حلو، هو بيتكلم عن مين، الكيرف ولا التانجنت للكيرف؟ التانجنت للكيرف عند بوينت اسمها ايه 1 و بي اهو، ادي البوينت اسمها ايه 1 و بي، والتانجنت اهو ارسم اهو، هوب كده انا مديته لغايه ما قطع مين، قطع الاكس اكسس. ليه؟ لان هو قال لي كروسز، والكروسز دي عايده على مين، على التانجنت كروسز ذا اكس اكسس ات بوينت اسمها ايه نيجاتيف 1. طبعا ده مش مكان النيجاتيف 1، يعني البوينت دي المفروض تبقى نيجاتيف 1 و0، بس هي مش رسمه صح، فاهم قصدي، هي بس رسمه توضيحيه. تمام، طيب عايز ترسمها رسمه صح يا معلم، ادي اهو اكس سكويرد بلس ايه كانت تبقى عامله ازاي، تبقى مثلا عاملة كده تمام، وهتيجي عند بوينت اسمها 1 و بي، معرفش البي طبعا هتبقى بكام، فهتروح ايه رازع كده اهو، طبعا انت واخد رسمة الاكس سكويرد، وادي البوينت اللي اسمها ايه 1 و بي، فمنطقي انها تقطع هنا في الجزء النيجاتيف، يبقى ده نيجاتيف 1 و ايه و 0. طبعا انا رسمت اول رسمة على اساس ان انا ايه بتعامل ان انا برسم رسمة توضيحية وخلاص. طيب عايز ايه تايمز بي، اجيب الايه ازاي؟ طيب مش البوينت اوف تانجنس اسمها 1 وبي، يعني بتعمل ساتسفاي، عوض بيها هنا كده، يبقى البي هي الواي، والاكس بكام ب1 بلس اي، يبقى كده انا عندي ايكويشن في 2 انون اسمها اي، ودي البي الناحيه الثانيه يبقى نيجاتيف بي، ودي ال1 الناحيه الثانيه يبقى نيجاتيف 1، كده انا برتبها بس اخليها اي بلس حاجه في البي بلس سوري ايكوال نمبر، مش عايز اخليها زي ما هي. تمام، عايز تخلي تودي الايه الناحيه التانيه تبقى بي ماينس ايه ايكوال 1، هي هي، ويبقى دي ايكويشن نمبر كام 1. طيب اعمل بقى ديريفاتيف بعد اذنك كده، يبقى دي واي اوفر دي اكس ايكوال 2 اكس. حلو، وبعد كده اجيب سلوب الايه التانجنت ازاي، هتمسك دي واي اوفر دي اكس وتعوض بالبوينت اللي اسمها 1 وبي، يعني هتشيل الاكس وتحط كام 1، يطلع بكام ب2. حلو، جيب لي الايكويشن بتاعت التانجنت واي ماينس واي 1 اللي هي البي ايكوال السلوب بكام ب2 في اكس، اكس 1 في اكس اهي، اكس 1 بكام ب1. ما تعملش سمبليفاي، انا عايز ايه، انا عايز البي. حلو، مش انت عندك اللاين بتاع التانجنت بيقطع الاكس اكسس عند بوينت اسمها نيجاتيف 1 و0. حلو، طب ما معنى كده ان البوينت اللي بيقطع فيها التانجنت عند نيجاتيف 1 و0 بتعمل ساتسفاي للايكويشن بتاعت التانجنت، يبقى احط الواي بكام ب0 ماينس بي ايكوال 2، والاكس بكام بنيجاتيف 1 ماينس 1، يبقى نيجاتيف بي ايكوال 2 تايمز نيجاتيف 1 ماينس 1 يبقى نيجاتيف 2، نيجاتيف 2 تايمز 2 تبقى نيجاتيف 4، يبقى البي هتطلع معاك بكام ب4. خلاص اعمل بقى سبستيتيوشن هنا، اعمل سبستيتيوشن هنا، يبقى 4 ايكوال 1 بلس a، يبقى الاي ايكوال 3. بس انت عايز a بلس b ولا a تايمز b؟ a تايمز b، يبقى 3 تايمز 4 يبقى ايكوال 12 اللي هو تشويس نمبر c. equation number sorry question number 17 بيقول لك tangent to the curve whose parametric equation انا بحب اكتبها كده y equal 3 sin theta وال x equal 3 cosine theta، واروح اجيب مين dy over d theta equal كام 3 cosine. طيب ودي و ودي اكس اوفر دي سيتا، اعمل ديريفاتيف وذ ريسبكت تو سيتا للبوث سايد، يبقى ده 3 والكوزاين نيجاتيف ساين. طب انت عايز ايه؟ انت عايز دي واي اوفر دي اكس اللي هو مين؟ اللي هو دي واي اوفر دي سيتا اوفر دي اكس اوفر دي سيتا، يبقى ايكوال 3 كوزاين اوفر نيجاتيف 3 ساين، اللي هو يطلع كام؟ ال 3 تروح مع ال 3 يبقى نيجاتيف، وكوزاين اوفر ساين بقول عليها كوتان. عايز تكتبها نيجاتيف 1 اوفر 10، حلو اللي انت عايزه. طيب كمل بقى، بيقول لك وير ان السيتا ما بين الزيرو والباي، يبقى انت شغال في الفيرست وكمان السكند كوات، صح؟ طب خلي بالك من المعلومات دي،
بيقول لك is parallel to x axis at theta. طيب هو امتى يبقى السلوب بتاع التانجنت يبقى parallel لل x axis؟ يبقى لما السلوب ده ايكوال كام؟ زيرو. يبقى امسك السلوب بتاعك اللي انت جبته اللي هو نيجاتيف 1 اوفر تان ثيتا ايكوال زيرو، والزيرو ده اكنه على 1، اعمل كروس يبقى تان ثيتا ايكوال زيرو، يبقى الثيتا بتاعتك هتبقى بكام؟ بزيرو بس. اور كام؟ مين اللي يديك زيرو تاني؟ الباي. تمام. طيب لما الثيتا تبقى ايكوال كام بقى؟ زيرو ولا باي؟ بص وانا بعمل كروس اتلخبطت، فالمفروض 10 تايمز 0 يديك 0، وبعد كده 1 تايمز نيجاتيف 1 يديك نيجاتيف 1، فالكلام ده غلط. طيب امتى 1 اوفر 10 تديك 0 على 1؟ طب اعكس كده، يعني انت مش عارف تجيب الثيتا، اعكس يعني اعمل ريسيبريكال، اعمل اقلب البوست سايد، يبقى ده اسمه نيجاتيف 10 ثيتا اوفر 1، وده هيبقى 1 اوفر ثيتا. طب ما هي ايه؟ طيب حلو، يبقى انت تقدر تكتب التان، اضرب البوث سايد في نيجاتيف ويبقى يطلع لك ايا كان بقى التان ايكوال ايه؟ رقم على زيرو. يعني طالع ايه؟ undefined. هي امتى التان تبقى undefined؟ لما سيتا تبقى 90 او 3 باي اوفر 2. حلو، خلي بالك بس ايه، انا اتلخبطت في الجزء الاول عدلتها. طيب في حاجة تانية مثلا ايه، لو كنت خليتها كوتان زي ما هي، كان نيجاتيف كوتان اللي هو سلوب التانجنت ايكوال كام؟ زيرو. يبقى كوتان سيتا ايكوال زيرو. امتى الكوتان تبقى بزيرو؟ كده اسهل اعتقد. يعني امتى الكوتان تبقى بزيرو؟ الكوتان دي اللي هي مين؟ اشتغل على اصل كده اللي هو كوزاين على ساين، يبقى لازم النوميريتور هو اللي يبقى بزيرو، يبقى كوزاين زيرو هي ايكوال زيرو، صح؟ امتى الكوزاين تبقى ايكوال زيرو؟ لما الانجل تبقى 90 او 270 وهكذا. طبعا هي 90 بس هي اللي موجوده، فيبقى التشويس نمبر سي. طيب كويشن نمبر 18 بيقول لك الانجل، the angle measure of the tangent للكيرف ده. حلو. ميكس with the positive direction of x axis at the point دي، يعني مديك البوينت اوف تانجنس ومديك الكيرف، وعايز يعمل الانجل اللي هيعملها، عايز يعرف الانجل اللي هيعملها التانجنت مع الاكس اكسس او البوزيتيف دايركشن اوف اكس اكسس. طب اعمل ديريفاتيف، يبقى الساين 2 كوزاين 2 اكس، عشان لازم اعمل تايمز ديريفاتيف اللي جوه. طب والرايت هاند سايد يبقى 6 سكويرد واي، بس ما تنساش انك بتعمل ايه ديريفاتيف بالنسبه لاكس، فتقولها دي واي اوفر دي اكس. يبقى دي واي اوفر دي اكس ايكوال كام؟ 2 كوزاين 2 اكس اوفر سك سكويرد واي. على فكره السك دي ممكن تطلع فوق تبقى كوزاين، بس هي مش سك بس، هي 6 سكويرد، يبقى فوق اسمها كوزاين سكويرد. اوعى تقول لي كوزاين وكوزاين يبقى ده كوزاين باور 3، خلي بالك الانجل دي غير الانجل دي. طيب انت عايز السلوب بتاعك، حلو، يبقى هتمسك دي واي اوفر دي اكس وتعوض بالبوينت. هي الاكس بكام؟ ب 3 باي اوفر 4 اللي هي كام؟ 135. طيب والواي، الواي 3 باي اوفر 4 اللي هي كام؟ 135 برضه. اعمل سبستيتيوشن، يبقى 2 كوزاين، خلي بالك ده 2 اكس والاكس 135، تمام؟ يبقى دي هتبقى ايه؟ 270، تمام؟ هيبقى 270. طيب والكوزاين سكويرد الواي 135، خلاص انا مش هحسب ليه، لان انا عارف كوزاين 270 زي كوزاين 90 كده بزيرو، فكله هيبقى بزيرو. طب لما السلوب يبقى بزيرو بساوي بتاني الثيتا، والثيتا دي اللي بيعملها التانجنت مع البوزيتيف دايركشن اوف اكس اكسس، يبقى الثيتا بتاعتك برضو بكام؟ بزيرو، او نقدر نقول اللي هي 180 بس احنا بنكتبها دايما زيرو، تمام؟ طيب يبقى هو ايه؟ زيرو، يبقى اللي هو تشويس نمبر ايه. طيب كويشن نمبر 19 بيقول لك ذا ستريت لاين a x plus b y plus c equal 0، ده كده في الايه جنرال فورم، is perpendicular to the curve، الكيرف x y equal 1، يعني ال y equal كام؟ 1 over x. يعني ايه perpendicular؟ يعني اقدر اقول ان اللاين ده هو نورمال to the curve اللي هو x times y equal 1، او تقدر تكتبها y equal 1 over x. طيب هيقول لي بقى الاي والبي مين جريتر ذان الزيرو، ليس ذان الزيرو. اشتغل الشغل بتاعك، هو مين الكيرف؟ 1 اوفر اكس، اعمل له ديريفاتيف كده
انا بعمل ديريفاتيف لمين؟ للكيرف. يبقى ده 1 1 اوفر اكس اللي هي اكس باور نيجاتيف 1، اللي هي هتحط الباور قدام يبقى نيجاتيف 1 وتشيل من الباور 1 اللي هي نيجاتيف 1 اوفر اكس سكويرد. تمام. طيب حلو. ده مين؟ سلوب التانجنت. بس انت محتاج تعوض ببوينت، ايا كانت البوينت الاكس بتاعتها بوزيتيف الاكس نيجاتيف، بس طبعا المفروض ان الاكس ايه تبقى نوت ايكوال زيرو عشان ما ينفعش يبقى الدينومينيتور بزيرو. تمام. طيب يبقى سلوب التانجنت عندك هو رقم بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ لا نيجاتيف. عرفت منين؟ مش الاكس عليها سكويرد يبقى بوزيتيف وال1 اللي فوق بوزيتيف بس في نيجاتيف هنا، يبقى كله على بعضه ايه نيجاتيف. طيب انت بتتكلم عن ايكويشن النورمال صح؟ لانه بيقول لك اللاين ده بيربنديكولار يبقى هو نورمال. طب جيب سلوب النورمال، انا مش عارف اجيبه كرقم بالظبط بس انا عارف ان انا بعكسه عكس الساين. يعني ايه؟ يعني اكني بقول لك اكس سكويرد اوفر 1 بس خليت النيجاتيف بوزيتيف، فاكيد على طول هيطلع بوزيتيف. طب السلوب بتاع النورمال كنت بتجيبه ازاي لو انت معاك ايكويشن النورمال في الجنرال ايكويشن نيجاتيف كوفيشنت الاكس اللي هو نيجاتيف الرقم اللي قدام الاكس على الرقم اللي قدام الواي. حلو. ها يبقى ده كده نيجاتيف اي اوفر بي لازم يطلع رقم بوزيتيف يعني جريتر ذان مين؟ الزيرو. امتى الكلام ده يطلع جريتر ذان الزيرو؟ انا هشتغل بتو ميثودز واشوف الدنيا هترسم معايا على ايه. في واحد يقول لي انا هعمل كروس يا مستر واضرب مش عارف في مين، انا بس ايه ده نيجاتيف صح، والناتج كله لازم يطلع جريتر ذان الزيرو، يبقى لازم ايه اوفر بي. ممكن تعمل تايمز النيجاتيف 1 بوث سايد، فده لازم ايه اوفر بي يبقى نيجاتيف ليس ذان الزيرو. ليه؟ لان في نيجاتيف وايه اوفر بي لازم تبقى نيجاتيف، عشان نيجاتيف تايمز نيجاتيف يديني حاجه جريتر ذان الزيرو اللي هي بوزيتيف، فيبقى ايه اوفر بي لوحدها نيجاتيف. او في واحد تاني يقول لي تايمز نيجاتيف 1 البوست سايد، فيبقى ايه اوفر بي تعكس الاشاره اللي في النص يبقى ليس ذان الزيرو. طب امتى يبقى ايه؟ امتى يبقى نيجاتيف؟ تعال اول حاجه لما اللي فوق يبقى نيجاتيف واللي تحت بوزيتيف، اور اللي فوق يبقى بوزيتيف واللي تحت يبقى نيجاتيف، في الحالتين هيديني ايه نيجاتيف. طيب هل ده موجود؟ يعني هو كتب لك ايه ليس ذان الزيرو بس بي تبقى جريتر ذان الزيرو، اور ايه جريتر ذان الزيرو بس بي ليس ذان الزيرو؟ لا. طب ممكن نكتبها بشكل تاني؟ اه اللي هو مين ايه تايمز بي ليس ذان الزيرو امتى؟ لما ده يبقى بوزيتيف تايمز نيجاتيف يديك نيجاتيف، او اور لو ده نيجاتيف تايمز بوزيتيف برضه هيديك ايه ليس ذان الزيرو يبقى نيجاتيف. يبقى هو كاتبها لك بشكل غير مباشر اللي هو ايه تايمز بي ليس ذان الايه الزيرو، يبقى التشويز الصح بتاعنا هو نمبر دي. كويشن نمبر 20 بيقول لك ايه ذا انترسبتد بارت اوف واي اكسس باي ذا تانجنت. طب تعالى كده حط اكس واي. حلو. وادي الاوريجين اهو، وادي اكس وادي واي. طيب تخيل التانجنت، انا مش هرسم الكيرف هرسم تانجنت بس خطه. هو مين ده؟ ده البوينت اوف انترسكشن بتوين اللاين اللي هو التانجنت والواي اكسس، ما هو ده اللي احنا بنقول عليه انترسبتد بارت اوف واي اكسس، الجزء اللي قطع فيه التانجنت في الواي اكسس. تمام. طيب هو بقى بيقول لك الانترسبتد بارت ده عند الاكس باي ايه هو انترسبتد بارت اوف واي اكسس باي ذا تانجنت تو ذا كيرف ده، ده ات اكس ايكوال باي. مش معنى كده ان البوينت اوف انترسكشن الاكس بتاعتها باي، لان اي بوينت على الواي اكسس الاكس بتاعتها بكام؟ بزيرو. طيب حلو اجيبها ازاي؟ اول حاجه اعمل ديريفاتيف دي واي اوفر دي اكس، ده اكس في ساين اكس يو في في، يبقى اكس في كوزاين اكس بلس ساين اكس. هات سلوب التانجنت، يبقى امسك دي واي اوفر دي اكس، اعمل سبستيتيوشن بمين؟ بالاكس ايكوال باي، يبقى ده باي بحطها باي لو كانت اكس لوحدها، في كوزاين مين؟ كوزاين باي اللي هي كوزاين 180 وانا بحسبها بالكالكوليتر، يبقى ساين كام؟ ساين باي. على فكره وانت بتكتبها على الكالكوليتر بتخلي اللي بره باي لوحده، انما اللي جوه بيبقى 180 بلس ساين 180. ساين 180 بزيرو، كوزين 180 بنيجاتيف 1 يبقى ده باي في نيجاتيف 1، فالمفروض ده بنيجاتيف باي. بس اوعى تحط الاكس اللي بره ب 180، تحطها 180 امتى؟ جوه تريك فانكشن ساين كوزين تان كوتان وهكذا.
يبقى سلوب التانجنت نيجاتيف باي. جيب ايكويشن التانجنت واي ماينس واي 1. ايه ده؟ مفيش واي 1، بس انت معاك الاكس كومبوننت بتاعت البوينت اوف تانجنسي، تقدر تجيب الواي. اعمل بيها ساتسفاي في الايكويشن. يبقى واي ايكوال، اتفقنا الاكس لما تبقى بره بكام؟ بباي، وتحطها جوه الساين بكام؟ ب 180. يبقى الكلام ده بكام؟ بزيرو، لان ساين 180 بكام؟ بزيرو. يبقى واي 1 بكام؟ بزيرو. طب والاكس 1 هو مديها لك بباي. حلو، يبقى واي ماينس واي 1 زيرو، وادي النيجاتيف باي اللي هو السلوب بتاع التانجنت، اكس ماينس اكس 1 اللي هو باي. يبقى واي نيجاتيف اكس باي، انا بعمل ايه؟ بحط النيجاتيف باي اوزعها على البراكت، يبقى تايمز فيرست تايمز سكند بلس باي سكويرد. يعني ايه انترسبتد بارت؟ زي ما قلنا، يعني بنيجي على الاكس حبيبي نحطها بزيرو. ليه؟ لانك بتجيب بوينت اوف انترسكشن مع الواي اكسس، واي بوينت على الواي اكسس الاكس بكام؟ بزيرو. يبقى الواي بتاعتك بكام؟ باي سكويرد. يبقى هو ده الجزء اللي قاطع فيه الواي اكسس عند مين؟ باي سكويرد، اللي هو تشويس نمبر دي. طيب question number 21 بيقول لك the equation of the perpendicular to the common tangent to the curves of two functions. ارسم كده، ادي الفانكشن اللي بقول عليها f of x. تعال نعمل للفانكشن التانية اللي مسميها g of x بلون تاني اهو. طبعا انا مش عارف الرسمتين هيبقوا شكلهم عامل ازاي، لان انا معيش two functions. طيب فين البوينت اوف تانجنسي اللي بيلمسوا فيها بعض؟ اهي. فين التانجنت؟ اهو، ده بنقول عليه ايه؟ كومن تانجنت، صح؟ هو عايز الكومن تانجنت ولا ذا ايكويشن اوف ذا بيربنديكولار ذا كومن تانجنت؟ اللي بيربنديكولار عليه. يبقى ايه؟ عايز النورمال بقى للكومن تانجنت. عايز مين؟ عايز النورمال للكومن تانجنت. طيب هو عايزه ولا هو مديهولك اصلا؟ مديهولك، يبقى هو مديك النورمال. الايكويشن بتاعته y equal negative 1 over 3 x plus 3 over 2. السلوب بتاعه بكام؟ بنيجاتيف 1 اوفر 3 اللي هو الرقم اللي قدام الاكس. مش عارف، اعمل ديريفاتيف على طول يديك سلوب بتاعه. سلوب اللاين يطلع رقم كونستنت، فعشان كده لما بعمل ديريفاتيف البوث سايد طلع نيجاتيف 1 اوفر 3. مش ده سلوب النورمال؟ حلو. طيب يبقى سلوب التانجنت ايكوال كام؟ اعكس واعكس الساين ب 3. طب ايه علاقة ده بقى باللي هو عايزه؟ تعال نشوف هو عايز ايه اصلا. هو عايز اف تايمز جي الاول داش عند 1. يعني ايه؟ يعني لازم اجيب اف تايمز جي واعمل لها ديريفاتيف الاول بالنسبه لاكس. طيب اف تايمز جي مش دول تو فانكشن معمول لهم تايمز؟ يعني يو في في، يعني مره هكتبها اف اوف اكس تايمز جي داش اوف اكس بلس اف داش اوف اكس تايمز جي اوف اكس. طب انت عايزها عند اكس ولا لما الاكس ب1؟ لما الاكس ب1 يبقى اف تايمز جي داش عند الاكس ب1 ايكوال اف اوف 1 تايمز جي داش اوف 1 بلس اف داش اوف 1 تايمز جي اوف 1. طب الاف اوف 1 ايكوال كام؟ طيب مش دي بوينت يا ابني اوف تانجنسي، بتلمس الاف اوف اكس وبتلمس الجي اوف اكس، وموجوده على النورمال وموجوده على الكومن تانجنت، يبقى بتعمل ساتسفاي لكله. يبقى في نفس الوقت بتعمل ساتسفاي لمين؟ للايكويشن بتاعه النورمال. اعمل سبستيتيوشن بال1 كده، يبقى واي ايكوال نيجاتيف 1 اوفر 3 تايمز 1 بلس 3 اوفر 2. شوف الواي هتطلع معاك بكام؟ هتطلع معاك بكام؟ 7 اوفر 6. تمام. طيب هي مين الواي؟ هي الاف اوف 1. يعني اكنك مسكت ال1 عوضت في الاف اوف اكس يديك الواي بتاعتك. طب ما انت هي كومن ايه؟ كومن بوينت موجوده في الاثنين، مش بيلمسوا بعض في البوينت دي. يبقى برضو لو مسكت ال1 وعملت بيها سبستيشن في جي هتديك الواي اللي هي 7 اوفر ايه؟ 6. يبقى لما يقابلك اف اوف 1 هتحط 7 اوفر 6 تايمز جي داش اوف اوف 1. ده سلوب التانجنت وهو كومن تانجنت، يعني جي داش ايكوال اف داش عند البوينت دي. يبقى جي داش اوف 1 ايكوال اف داش اوف 1، تمام، لانه كومن تانجنت. يبقى ب 3 بلس ها الاف داش اوف 1 ما هو نفس السلوب تايمز جي اوف 1 اللي هي الواي بتاعتك اهي، لما الاكس ب1 وهي بوينت مشترك فهتحطها 7 اوفر 6. طيب هتبقى احسب بقى كل ده على الكالكوليتر، هيطلع معاك بكام؟ ب 7 اللي هو تشويس نمبر كام؟ بي. طيب في كويشن نمبر 22 بيقول لك ذا تانجنت تو ذا كيرف ده. طيب at x equal 1
is perpendicular to the tangent to the curve ده. لا إله إلا الله، عند مين؟ ال x باي على 4، هات ال a times b. طب هو بيتكلم على التانجنت الأولاني صح؟ يبقى f داش of x equal 3a x squared. طب أنت عايز سلوب التانجنت عند مين؟ عند لما ال x ب1، يبقى f داش of 1 عوض يبقى ده 3a. حلو، تعالى بقى للكيرف التاني اسمه ايه؟ اتش داش، يبقى اجيب ده اتش اوف اكس، يعني هجيب الاتش داش ايكوال، ها حط الباور قدام وخلي البي زي ما هي وشيل من الباور 1 وديريفاتيف الساين يبقى كوزاين. اعمل بقى سمبليفاي خليك جدع، انت عارف 2 ساين كوزاين ايكوال ايه؟ ساين الدبل، يبقى ده بي ساين 2 اكس. طيب انا عايز سلوب التانجنت عند الحته دي، يبقى اتش داش اوف، خلي بالك هو عند الاكس باي اوفر 4. طيب يبقى بي ساين باي اوفر 2. ايه يا عم ده انت لسه قايل ان الاكس باي اوفر 4 بس دي 2 اكس، يبقى اكنك بتقول ايه؟ بي ساين 90، وساين 90 بكام؟ ب1. يبقى سلوب التانجنت عندك هنا بكام؟ بي بي. حلو، وسلوب التانجنت عندك طلع في الحاله الاولى كام؟ 3 ايه. طيب هو بيقول ايه؟ بيقول ان التانجنت ده والتانجنت ده بربنديكولار على بعض. يعني ايه بربنديكولار على بعض؟ يعني السلوب الاحمر ده، يعني السلوب ده تايم السلوب ده ايكوال نيجاتيف 1، يعني 3a تايمز b ايكوال نيجاتيف 1. طب هو عايز a تايمز b بس، يبقى ودي ال 3 الناحيه الثانيه او ديفايد البوث سايد اوفر 3، يديك كام؟ a تايمز b هو نيجاتيف 1 اوفر 3. تمام، يبقى هو تشويس نمبر دي. طيب كويستشن نمبر 23 بيقول لك اكس ايكوال كذا وواي ايكوال كذا، دي بارامتريك في الثيتا زين بربنديكولار تو ذا كيرف باس ثرو ا فيكسد بوينت ويتش. طيب هو بيقول لك زين ذا بربنديكولار تو ذا كيرف، يعني النورمال تمام، بيعدي بفيكسد بوينت ويتش از ايه؟ تعال اول حاجه نجيب دي واي عدي اكس، هات دي واي عدي ثيتا الاول، يبقى ايكوال ايه؟ كوزاين ثيتا. بعد كده هتجيب دي اكس اوفر دي ثيتا، يبقى الاي زي ما هي وال1 بزيرو والكوزاين بنيجاتيف ساين، يعني هتطلع كام؟ نيجاتيف اي ساين. طب من الاثنين دول ديفايد الاثنين دول على بعض تجيب لك دي واي على دي اكس اللي هي كام؟ اي كوزاين ثيتا اوفر نيجاتيف اي ساين ثيتا. عايز تكتبها شيل الاي مع الاي، عايز تكتبها نيجاتيف كوتان ثيتا ماشي، عايز تكتبها نيجاتيف 1 اوفر 10 ثيتا ماشي، عايز تخليها نيجاتيف كوزاين ثيتا اوفر ساين ثيتا ماشي. تمام، طيب هتوصل لحد هنا ومش هتعرف تعمل ايه؟ في واحد يقول لي هجيب ايكويشن النورمال، ادي دي واي على دي اكس نيجاتيف كوزاين على ساين، جيب سلوب النورمال يبقى ساين على كوزاين، عكست وعكست الساين واجيب الايكويشن واشوف البوينت دي هتبقى ايه. مش هتعرف، او غالبا هتبقى صعبه يعني، برضو عشان انا حاولت ما قدرتش اوصل لحاجه، فهتبقى صعب. لو حد فيكم عارف يبقى ابعت لي. طيب المشكله بقى انك تعرف البارامتريك ايكويشن اللي قدامك او البارامتريك اللي قدامك ده بتريبريزنت ايه، هي دي المشكله. بص هي الاكس ايكوال ايه، وزع الايه كده يبقى ايه بلس ايه كوزاين، يبقى اقدر اقول ان الاكس عباره عن ايه؟ اكس ماينس ايه ايكوال ايه كوزاين. طب والواي ايكوال كام؟ ايه ساين. حلو، اعمل سكويرنج للبوث سايد، يبقى اكس ماينس ايه الاول سكويرد ايكوال ايه سكويرد طبعا كوزاين سكويرد، واعمل سكويرنج بتاعت الواي يبقى واي سكويرد ايكوال ايه سكويرد ساين سكويرد. جمع يبقى ايه؟ اكس ماينس ايه الاول سكويرد بلس واي سكويرد ايكوال، مش انا هجمع ايه سكويرد كوزاين سكويرد بلس ايه سكويرد ساين سكويرد، خد الايه سكويرد كومن يتبقى لك كوزاين سكويرد ثيتا بلس ساين سكويرد ثيتا. عارف ساين سكويرد كوزاين سكويرد وليهم نفس الانجل ده ب1، يبقى اكس ماينس ايه الاول سكويرد بلس واي سكويرد ايكوال ايه سكويرد. عارف دي ايكويشن مين؟ ايكويشن سيركل. تمام، طب والسيركل دي اعرف حاجتين، اعرف اجيب السنتر، يبقى السنتر ايكوال ايه؟ ايه وزيرو. طب والراديوس اللي هو الايه؟ طبعا انت المفروض انك ما خدتش البولر فورم للايكويجن بتاعت السيركل دي، الطريقه اللي انا عرفت احل بيها. طبعا انا عارف لو عندي اي سيركل ورسمت تانجنت من عند اي بوينت، اهو بلاش البوينت دي، اهو بوينت عموما اهو، هرسم عليها نورمال، فالنورمال لازم يعدي بالسنتر، والسنتر هنا اسمه ايه؟
ايه وزيرو. يعني حتى من غير اللي انا عملته في الاول ده، لو كنت قدرت او عرفت ان الفورم اللي قدام حضرتك دي فورم بتاعت سيركل، وعرفت اجيب منها الريديوس. طبعا احنا اصلا لما بنوصل هنا الناس بتبقى عارفة انها دي بتاعت سيركل. طبعا انا عملت سكوير وسكوير وجمعت عشان اوضح لك في الاخر انها سيركل، فلازم النورمال دايما يعدي بالسنتر، والسنتر عرفنا ان هو ايه، A1 سوري A0، يبقى ده تشويز نمبر A. تمام، اعرفها برضو كايه، كمعلومة. طب اقدر احدد ازاي؟ شايف انت انا وزعت ال A صح، فيبقى X minus A او X بلس رقم. هي عموما يعني احنا كنا بنكتبها ازاي، X minus رقم فرضا ان هو L، واي ماينس رقم اللي هو كي مثلا، ايكوال الار في كوساين السيتا، وبتاعه الواي بتبقى ايكوال ار في ساين سيتا. لو المنظر ده شفته يبقى دي ايكويجن بتاعه السيركل. طب الراديوس السنتر بتاعها يبقى اسمه ال وكي. طب والراديوس اللي هو الار اللي قدام الكوساين والساين، يبقى من هنا بعد ما انا نقلت الاي عرفت ان هو ايه، ده نيجاتيف ايه، يبقى الاكس كومبوننت بتاعت السنتر بزيرو. هنا مش جنب الواي حاجه، يبقى الواي كومبوننت بتاعت السنتر بزيرو، والرقم اللي قدام الكوزاين والرقم اللي قدام الساين هو الراديوس اللي هو الار. تمام، طيب. طيب في كويشن نمبر 24 بيقول لك ايه، انا عايز اف داش اوف 1. هات الاف داش الاول، دول اتنين ديفايد بعض صح، يبقى ده اتش اوف اكس الاول سكويرد اطلع بيه فوق، تايمز مين ديريفاتيف اللي فوق اللي هو النمريتور يبقى ب1، ماينس اللي فوق اللي هو اكس بلس 1 في دريفاتيف اللي تحت اللي هو الاتش داش. سمبليفاي بعد اذنك، يبقى ده اتش اوف اكس ماينس، خلي بقى دي اكس بلس 1 زي ما هي في اتش داش، واللي تحت هيبقى ايه، اتش اوف اكس الاول سكويرد. طيب اعمل سبستيتيوشن ب1 لانك عايز اف داش اوف 1، يبقى ده اتش اوف 1 ماينس، ها البراكت ده اكس بلس 1 وانت هتشيل الاكس وتحط 1، يبقى ده 2 في اتش داش اوف 1 over h of 1 ال all squared. طيب هو ال h ال h of 1 بكام؟ بص كمل كده، هو بيقول لك ايه، الكيرف اللي اسمه h of x has a horizontal tangent عند البوينت دي، يبقى دي كده مش معلومة واحدة، دي معلومتين. معنى كده لما بتشيل ال x في الفانكشن اللي اسمها h of x وتشيل ال x وتحط 1، يبقى ال y بتاعك ب2. تاني معلومة ان ال h داش اللي هو سلوب والتانجنت عند البوينت اللي اسمها 1 و 2 ده هوريزونتال، معنى كده ان هو السلوب بكام؟ بزيرو. يبقى ال h of 1 هي ب2 ماينس 2 تايمز h داش of 1 بزيرو على اوفر h of 1 قلنا ب2، بس ما تنساش ان تحت فيه سكوير، يبقى ده 2 اوفر 4 اللي هو هيطلع معاك بكام؟ بهاف، يبقى ده تشويس نمبر دي. طيب كويشن نمبر 25 بيقول لك y سكويرد ايكوال 8x. حلو، طيب ايه تاني، وبيقول لك الواي بس جريتر ذان الزيرو. حلو، لازم بوزيتيف يعني. then the point lies on the curve at which dy over dx equal dx over dy. تعال نشوف، هتجيب dy over dx يبقى احط بار قدامه شيب بار 1، وانت بتعمل ديريفاتيف بالنسبه ل x يبقى 2y dy over dx equal 8. يبقى dy over dx equal كام؟ 8 over، ودي 2y الناحيه الثانيه ديفايد، يبقى ده 4 over y. اعمل سبستيتيوشن، دي واي اوفر دي اكس بكام؟ ب4 اوفر واي. طيب ودي اكس اوفر دي واي اعكس، يبقى واي اوفر 4. لا ده هو مش تايمز، هما الاثنين بيكوال بعض، اعمل كروس، يبقى واي سكويرد ايكوال 16، يبقى واي ايكوال بوزيتيف 4 اور نيجاتيف 4. بس هاجي هنا واقول لك ريفيوزد ليه؟ عشان هو بيقول لي ان الواي عايزها هيبقى جريتر ذان الزيرو، يبقى الواي بتاعتك بكام؟ ب4. طيب فين بقى البوينت حبيبي؟ هو بيقول لك ذا بوينت لايز اون مش عارف ايه، انت كده جبت الواي كومبوننت صح؟ مش هي يا ابني بوينت على الكيرف بتعمل ساتسفاي؟ اعمل سبستيتيوشن، يبقى 4 سكويرد ايكوال 8 اكس، ها يبقى الاكس ايكوال 4 سكويرد ب 16 وديفايد على 8 اللي هي جنب الاكس، هتطلع بكام؟ ب2، يبقى البوينت هي 2 و4 اللي هو تشويس نمبر دي برضه. تمام، طيب كويشن نمبر 26 مديك الواي، دي بارامتريك كيوبيك روت ان سكويرد بلس 7 الاول باور 1 اوفر 3، ده كده الكيوبيك روت. طب مديك الاكس لوحدها في طرف؟ لا هو مديك 6 ان سكويرد اكس بلس ان ايكوال 1. تعرف تجيب الاكس لوحدها؟
قال لك اه ادي 6 ان سكويرد اكس، ودي ال ان الناحية التانية يبقى 1 ماينس ان. عايز تجيب ال x هيبقى 1 اوفر ان اوفر 6 ان سكويرد. طيب في واحد تاني يقول لك ايه، ممكن اكمل اقسم على اللي تحت، يبقى 1 اوفر 6 ان سكويرد ماينس ان اوفر 6 ان، سوري ان سكويرد تحت اهي، يبقى ال x بتاعتك هي 1 اوفر 6 ان سكويرد ماينس 1 اوفر 6 ان. عايز تشتغل كده، عايز تشتغل كده براحتك. تمام انا هشتغل بدون اشوف، بس هو عايز ايه الاول. طيب هو ايه بقى بيقول لك؟ زين ذا بيربنديكولار تو ذا كيرف، يعني عايز مين؟ عايز النورمال اوف ذا فانكشن ات بوينت لايز اون ات اند اتس اكس كومبوننت او اكس كوردينيت ايكوال زيرو. طيب يبقى انا عارف ان الاكس 1 بزيرو، طب الواي 1 معرفش، تعرف تجيبها؟ اه. طب مش هو مديك البارامتريك؟ اه. حط كده الاكس بزيرو هنا. طب لو حطيت الاكس بزيرو ايه اللي هيحصل؟ يبقى ده ايكوال 1 ماينس ان اوفر 6 ان سكويرد، ما هو الزيرو ده اكنه على 1، اعمل كروس يبقى 1 ماينس ان ايكوال 0، يبقى الان بكام؟ ب1. روح اعمل سبستيتيوشن هنا، يبقى الواي ايكوال، ها حط شيل الان وحط 1، يبقى 1 سكويرد ب1 بلس 7، كل ده 1 اوفر 3، يبقى ده 8 تحت الكيوبيك روت، يعني هيديك 2. اوعى تقول لي بوزيتيف ونيجاتيف 2، ده كيوبيك روت. يبقى الواي بتاعتك بقت بكام؟ ب2. يبقى انت كده معاك البوينت اللي احنا دي بنسميها x1 y1. طيب هات البربنديكولار بقى، ها هو بيسألك عن ايه؟ زين ذا بربنديكولار تو ذا كيرف، ماله برا لمين؟ يبقى انا عايز السلوب بتاعي. بجيب السلوب ازاي؟ اول حاجة بجيب دي واي اوفر دي ان، ها حط الباور قدام وشيل من الباور 1، هيبقى نيجاتيف 2 اوفر 3 في الدريفيتيف اللي جوه اللي هو 2n، يبقى دي واي اوفر دي ان ايكوال كام؟ 2n اوفر 3، ده n سكويرد بلس 7 سكويرد تحت الكيوبيك روت. طيب عايز دي اكس اوفر دي ان، ها ده ايه ده؟ بارامتر آه سوري، يو على في، يو على مين؟ على في. يبقى كمل، ها اللي تحت هيبقى 36 ان باور 4 بعد ما اعمل له سكوير، يطلع اللي تحت زي ما هو في دريفيتيف اللي فوق بنيجاتيف 1 ماينس اللي فوق اللي هو 1 ماينس ان في دريفيتيف اللي تحت اللي هو 12 ان. طيب اديها سمبليفاي، يبقى انا جبت الدي واي على الدي ان وجبت الدي اكس على الدي ان، ها اللي تحت هيبقى 36 ان باور 4، اللي فوق بعد السمبليفاي يبقى نيجاتيف 6 ان سكويرد ماينس، وزع في الفيرست والسكند وخلي بالك من الماينس، يبقى نيجاتيف 12 ان بلس 12 ان سكويرد، يبقى هيديك 6 ان سكويرد ماينس 12 ان اوفر 36 ان سكويرد. خد من فوق مين كومن؟ 6، وكمان مين؟ ان، يتبقى لك ان ماينس 2، وتحت ده 36 ان سكويرد، او تقدر تكتبها 6 ان الاول سكويرد، صح؟ اه في غلطة، شفت حطيتها باور 4 وانت جاي هنا حطيتها لي باور 2، يبقى ده باور 4 هنا، ده ان سكويرد. طيب بلاش بقى، تعالى نشطبها، تعالى نشطب كل اللي تحت ده، عدل بس اخر واحدة. تمام يبقى ده 36 ان ان باور 4، ها يبقى ده ان ماينس 2، وتحت هيبقى 6 والان باورها 3. تمام حلو قوي، كمل كمل لسه بدري. يبقى دي واي اوفر دي اكس هتقسم دي اوفر دي، صح؟ طب خليك ناصح بقى، شوف المنظر قذر الصراحة، انت عايز بارل 2 يعني عايز تعرف البربنديكولار هيبقى بارل لمين، بس لما الاكس كانت بزيرو مش انت عوضت الاكس لما بزيرو طلعت الان بكام؟ ب1. طيب عوض الان ب1، طيب يبقى انت لو مسكت هنا دي واي اوفر دي ان وعوضت الان ب1 هيطلع لك كام؟ هيطلع 2 اوفر 3، واللي جوه الروت هنا هيبقى 8 سكويرد، احسب بقى الهري ده، يبقى هيبقى 8 سكويرد هيطلع كام؟ 4، يبقى ال 3 اللي تحت دي معمول لها تايمز 4. طيب دي اكس اوفر دي ان اللي تحت هتبقى برضو شيل ال ان وحط 1، هيبقى نيجاتيف 1 اوفر 6،
يبقى ده اكنها 2 اوفر 12، وتحت نيجاتيف 1 اوفر 6، يبقى اللي فوق اسمه 1 اوفر 6 واللي تحت اسمه نيجاتيف 1 اوفر 6، يروحوا مع بعض يديك نيجاتيف 1. الله اكبر، حلو، 100 100. طيب يبقى سلوب مين اللي ايكوال نيجاتيف 1؟ ده سلوب التانجنت يا عسل، انا عايز البربنديكولار اللي هو النورمال، اعكس واعكس الساين، يبقى سلوبه بكام؟ ب1. هل ينفع يبقى بدل الاكس اكسس؟ ده لو كان سلوبه بزيرو، بس هو نوت ايكوال زيرو فما ينفعش. هل يبقى بدل الواي اكسس؟ لا. ليه؟ لان السلوب بتاعه مش undefined. طيب هل الستريت لاين واي ايكوال اكس؟ واي ايكوال اكس السلوب هنا بكام؟ مش ب1، مش هو سلوب النورمال، يبقى ده الاختيار الصح اللي هو تشويس نمبر سي. طب ليه دي ما ينفعش؟ لان السلوب بتاعه بنيجاتيف 1. اه ده بارل، بس بارل للتانجنت مش النورمال. تمام، ركز بقى في الاسئله دي لان الرسومات بتعمل قفله عندكم يعني. طيب اول حاجه هو عايز اف داش، هات اف داش اوف اكس، يبقى ايكوال جي داش اوف اكس ماينس 3 اتش داش اوف اكس. طب انت عايز اتش داش اوف كام؟ عند 5، يبقى هي عبارة عن جي داش اوف 5، بشيل كل اكس واحط كام؟ 5، يبقى 3 تايمز اتش داش اوف 5. فين ال 5؟ اهي. يعني ايه اتش داش ويعني ايه جي داش عند ال 5؟ بص، اول حاجة خلينا نروح نجيب بتاعة الجي داش. فين الجي داش اللي هي الرسمة دي؟ طيب ال 5 دي موجودة على اني لاين؟ هو مش اللاين بتاع الجي داش، سوري، الجي اوف اكس مقسوم 2 لاينز، جه عند ال 3 وبقى لاين تاني. طيب ال 5 موجوده على ده، يبقى اجيب سلوب البوينت اللاين ده. سلوب البوينت بعرف اجيبه ازاي؟ لازم تجيب 2 بوينتس عليه عشان تقول ديفرنس الوقت على ديفرنس الاكسات. اول بوينت هتبقى 3 و1، تاني بوينت هتبقى كام؟ 6 و5. ها، ديفرنس الوقت على ديفرنس الاكسات، يبقى 5 ماينس 1 6 اوفر 3، تمام، ماينس 3. تعالى بقى لل اتش داش، اتش داش برضو كانوا 2 لاين لاين، وجه عند 3 بقى لاين تاني، بس ال 5 موجودة عند اني لاين؟ اللاين التاني. يبقى اجيب سلوب اللاين ده، لان اي بوينت على اللاين ده اللي هي مثلا لو قلت لك هات جي داش اوف 4، جي داش اوف 5، جي داش اوف 6، ما هم كلهم ليهم نفس السلوب لانهم كلهم موجود على الجزء بتاع اللاين التاني ده. طيب عايز 2 بوينتس عليه، اول بوينت هنا هتبقى 3 و4، تاني بوينت هنا دي سهله على الاكس اكسس 7 و0. ها، تجيبها ازاي؟ تايمز ديفرنت الواير على ديفرنت الاكسات، يبقى 4 ماينس 0 3 ماينس 7 ايكوال الجزء الاولاني اللي هو 5 ماينس 1، يبقى 4 اوفر 6 ماينس 3 ب 3، ماينس 3 تايمز 4 اوفر، تحت هيبقى 3 ماينس 7 اللي هو نيجاتيف 4. تمام، تعالى بس نتأكد من حاجة، هيبقى هنا ده الغلطة فين؟ شايف الجي اوف اكس في اللاين ده 3 و1، انما البوينت دي 7 و5، 7 و5 الواحد سرح، يبقى ديفرنس الوايات على ديفرنس الاكسات، يبقى اللي تحت 7، يبقى 5 ماينس 4 ماينس 1 ب 4 اللي فوق، 4 سوري 7 ماينس 3 تحت تبقى ب 4، يبقى عدل دي تبقى ب 4، يبقى الكلام ده ب 1 ماينس 3 تايمز نيجاتيف 1، لان 4 اوفر نيجاتيف 4 بنيجاتيف 1، يبقى الكلام ده 1 بلس 3 اللي هي بكام؟ ب 4، يبقى ده تشويس نمبر دي. آسف. طيب بيقول لك in the opposite figure the straight line اللي اسمه L، L ده أنت ملاحظ إن هو إيه؟ tangent to the curve اللي هو ال f of x، صح؟ حلو أوي. عند بوينت اسمها C، intersect ال x axis عند بوينت اسمها A، وال A دي اسمها negative 4 و 0، وكمان بوينت B اسمها 4 و 0. طيب لو أنا قلت لك هات بوينت C، هتقول لي أنا بمشي على ال x واطلع واي. طب انا مشيت على اكس كام؟ هو بوينت بي ب 4، يبقى الاكس كومبوننت بتاعتي ب 4. طب والواي؟ اكني عوضت في الكيرف. يعني ايه عوضت في الكيرف؟ يعني الواي بتاعتك هتبقى اسمها اف اوف 4، يعني الفيرتيكال ديستانس اللي هي البي سي ايكوال كام؟ اف اوف 4. حلو، كمل. مديك معلومه بيقول لك ان الاف اوف 4 بلس مين؟ الاف اوف 4 اللي هي الواي كومبوننت البوينت سي اللي هو مين؟ طول البي سي، بلس اف داش اوف 4، مين ده؟ ذا سلوب اوف ذا تانجنت، مين التانجنت؟ اللي هو اللاين اللي اسمه ال تو ذا كيرف اللي هو مين؟ الاف اوف اكس. حلو، طيب اكنك جبت فيرست ديريفاتيف
وعوضت بالاكس ب 4 اللي هي البوينت سي، يعني طلعت بكام؟ ب 9. ادي معلومه اهي. طيب زين ذا اريا اوف تريانجل، الاريا بتاع تريانجل مش هاف بيس في هايت؟ حلو، يبقى هاف. البيس بكام؟ اللي هو طول الاي بي، والهايت اللي هو طول البي سي، يبقى ده ايكوال هاف. الاي بي انا كنت عند نيجاتيف 4 امشي للاورجن، يبقى مشيت 4 يونت، ومن الاورجن للبي مشيت 4 يونت كمان، يبقى البيس اللي هو الاي بي ب 8. طب البي سي ده اسمه اف اوف 4، يبقى هاف تايمز 8 يبقى 4 تايمز اف اوف 4، يبقى انا كده اقدر اجيب الاريا. بس مشكلتي في مين؟ في الاف اوف 4. طيب حلو، لو سالتك هات الاف اوف 4 هتعرف تجيبه؟ هتقول لي ما ده سلوب اللاين. سلوب مين؟ التانجنت اللي هو مين؟ اللاين ال L. مش معاك تو ديفرنس بوينت تعمل ديفرنس الوقت على ديفرنت الاكسات اللي هي مين؟ بوينت A وبوينت C. يبقى الواي بتاعت البوينت C اسمها اف اوف 4 ماينس الواي بتاعت البوينت A 0. ديفرنت الاكسات، الاكس بتاعت بوينت C اسمها 4 ماينس الاكس بتاعت ال A بنيجاتيف 4، يبقى ده اف اوف 4 على مين؟ على 8. شايف دي ريليشن تانية بتوين الاف داش اوف 4 والاف اوف 4 اوفر 8. تمام، ايه رأيك بقى تروح تعمل سبستيتيوشن في الاولى اللي هي المعلومة اللي هو كان مديها لك؟ الاف اوف 4 بكام زي ما هي؟ طب والاف داش اوف 4 مش انت لسه مطلعها اف اوف 4 اوفر 8 ايكوال 9؟ مش ده اكني بقول لك 1 تايمز اف اوف 4 بلس 1 اوفر 8 تايمز اف اوف 4، صح؟ مش دول لايك تيرمز؟ جمع الكوفيشنز او اضرب كله في 8 يا عم، انا اسف، اضرب كله في 8. ادي اف اوف 4 8 في اف اوف 4 بلس اف اوف 4 و8 تايمز ايه؟ 9. جمع يبقى ده 9 اف اوف 4 ايكوال 8 تايمز 9. ال 9 تروح مع 9 يبقى الاف اوف 4 بكام؟ ب 8. حطها هنا بقى، يبقى ده 4 تايمز الاف اوف 4 ايكوال 8. طيب اضرب يبقى 32. شكرا، يبقى الاريا بتاعتك 32 سكوير يونت، يبقى التشويس الصح هو نمبر سي. طيب the opposite figure represent a function اسمها f of x والستريت لاين تاتش، معنى كده تاتش يعني هو تانجنت تو ذا كيرف ات بوينت اسمها ايه؟ a، والa دي بكام؟ ب 3 و4. حلو، طب والجي اوف اكس ايكوال اكس في اف اوف اكس، هات الجي داش اوف 3. هات، لازم اجيب الجي داش اوف اكس الاول، هي عبارة عن اكس في اف اوف اكس ده يو في في، يبقى اكس في اف داش اوف اكس بلس الاكس الدريفيتيف بتاعتها ب 1 في اف اوف اكس ايكوال الجي داش اوف كام بقى؟ هشيل الاكس واحط 3، يبقى 3 تايمز اف داش اوف 3 بلس اف اوف 3. حلو، شايف البوينت ايه؟ مش موجودة على اللاين وموجودة على الكيرف، معنى كده لما الاكس ب 3 الواي بكام؟ بشيل ال 3 واحط في الاف اوف اكس، يبقى اف اوف 3 هو مدهاني بكام بقى؟ ب 5، يبقى 5 بلس 3 تايمز، فاضل لي مين؟ فاضل لي الاف داش، مش الاف داش، اكني مسكت الفانكشن عملت لها دريفيتيف وبعد كده عملت 3 يديني سلوب اللاين، صح؟ طيب في 2 بوينتس عامل ديفرنس الوقت على ديفرنت الاكسات؟ لا، بس هو مديك الانجل بتوين اللاين والبوستيف دايركشن اوف اكس اكسس، يبقى تقول انها تان كام؟ 45 اللي هي بكام؟ ب 1، يبقى شيلها وحط 1، يبقى ده 3 تايمز 1 ب 3 بلس 5 يديك 8. شكرا، يبقى هو تشويس نمبر دي. اخر كويشن معانا اللي هو نمبر 30، بيقول لك ان ذا اوبزيت فيجرز ستريت لاين ال اللي هو تانجنت للكيرف الاف اوف اكس، هو كمان موضح لك عند البوينت اللي اسمها نيجاتيف 2 ام، يبقى البوينت دي اسمها ايه؟ نيجاتيف 2 وام، يبقى الاكس كومبوننت بكام؟ بنيجاتيف 2. طب والواي كومبوننت بكام؟ بام. شكرا، بيقول لك الجي اوف اكس ايكوال اف اوف 2 اكس، هات الجي داش، يبقى لازم اجيب الجي داش اوف اكس الاول، يبقى هي اف داش اوف 2 اكس. كده ما خلصتش، لازم اضرب في الدريفاتيف اللي جوه، يبقى ده 2 في اف داش، ها انا عايز جي داش لما الاكس بكام؟ بنيجاتيف 1، يبقى هي 2 تايمز مين؟ اف داش اوف نيجاتيف 2. ليه نيجاتيف 2؟ عشان دي 2 تايمز اكس، وشلت الاكس حطيت نيجاتيف 1، يبقى جوه بقى في نيجاتيف 2، يبقى ده 2 تايمز اف داش. هجيبها ازاي؟ مش الرسمه اللي قدامك هي اف؟ حلو، طب والال ده هو سلوب التانجنت، يبقى كانك مسكت الاف اوف اكس عملت لها دريفاتيف وعوضت بنيجاتيف 2، يبقى ده سلوب مين؟ سلوب اللاين اللي اسمه ال. تعرف تجيبه لو معاك 2 بوينتس، اول بوينت اسمها نيجاتيف 2 ام، تاني بوينت اسمها كام؟ اسمها نيجاتيف 3. طيب هتقولي لا،
ما هو في ام انا مش عرفني. خلي بالك بقى، بص كده اطلع بعينك، هوب قطع الواي فين؟ في 6. يبقى البوينت دي اسمها 0 6، والبوينت دي اسمها ايه؟ نيجاتيف 3 و0. ها يبقى ديفرنس دلوقتي على ديفرنت الاكسات. عارف اللي هيشتغل ببوينت اللي هو مديها لك اللي اسمها نيجاتيف 2 ام مش هيعرف. اطلع فوق كده هتلاقي فيه قطع الواي في 6، يبقى 0 6. ديفرنس الوقت يبقى 6 ماينس 0، ديفرنت الاكسات يبقى 0 ماينس، وتحت هيبقى فيه نيجاتيف 3، يبقى 2 تايمز 6، وتحت نيجاتيف نيجاتيف يبقى بوزيتيف، يبقى 6 اوفر 3 ب 2، يبقى ده 2 تايمز 2 يديك كام؟ 4. يبقى التشويز الصح بتاعك هو نمبر بي. يا ريت يا شباب بس اهم حاجه تحلوا التشويز والمسائل اللي فيها رسومات دي، اكتر حاجه الناس بتسال فيها. تمام، لو قلت لك اتفرج على الفيديو كله يبقى كتر خيرك ان شاء الله، ايه هتستفيد. تمام، شكرا جدا ليكم، ونقابلكم في الاكسرسايز اللي جاي.